السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير أنتم وجميع الأمة الإسلامية يا ربي. البنات، حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، عيد ميلاد بيروما. إن شاء الله كل عام وهو حي بخير، وليدي ربي يفضله إن شاء الله، وربي يفضل لكم جميع أولادكم، وربي يرزق كل محروم ذرية صالحة يا رب العالمين. البنات، اسمحوا لي على الغياب هذا، الله غالب، الظروف، نفسيتي كانت تعبانه صراحه، كي تبيراتي لي الكونت فيسبوك تاعي وخفت على الصفحه وتعبت شويه الفتره اللي فاتت، على هذيك غبت عليكم حبيبي. بيروما باتو شبي وليدي، شبي باتو، جيت بوس، جيت بوس باتو، شبي وليدي، عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بألف خير. وينك بابا؟ وينك الشيش؟ بيروما وينك بابا؟ وينك؟ وينك؟ كل عام وانت حي بخير بيروما. بوس بابا، بوس بابا، بوس ماماتو. هكاك بير، بوس ماما. والله طلع راجل، والله طلع راجل، بوسني يا باير، بوس أمينة. أي جوليتي يا ربي. ايوا البنات، لهنا كيما كنا رايحين لانيفرسير تاع بيرم باش نعملوها في صالون دو تي، حاجه سامبل خلا وحاجه خفيفه عائليه. المهم النهار هذاك يا البنات كان الجو مره شمس، مره شمس، مره تروح خلا، الجو اللي ما نحبوش انا، نحب يا شمس يمطر. المهم لهنا كيما تشوفوا رانا مروبلينا باش تطيح. كيما تعرفوا الموسيقى ممنوع في اليوتيوب، باش نشارك معكم الفيديو يعني بيه بالموسيقى يلزمني نحبس هذيك الموسيقى خاطر ممنوعه. المهم ولهنا في الطريق رانا رايحين. بالنسبه لهذيك سالون دو تي في الزهره، كاين ممكن يعرفها، كاين ما يعرفهاش. انا تعجبني خاطر كيما قلت لكم قبل، على خاطر بيروما يتفرهد فيها ويبرد قلبه. المهم كيما قاعدين تشوفوا لهنا رانا وصلنا، وبيروما راهو حيد، راهو كبر وليدي ولا لي راجل، ربي يحفظه لي يا ربي، يجعله من الذرية الصالحة ويحفظ ليكم اولادكم ان شاء الله وتشوفوهم في اعلى المراتب يا ربي. بالنسبه للبنات اللي باش تقولوا لي باللي وعلاش ما تعمليش لانيفرسير يعني كبيره وتستدعي لفامي، يعني نحنا من عاداتنا يعني في عائلتي انا العيد ميلاد الاول نعملوه عيد ميلاد كبير، يعني نستدعوا لفامي تاع العام الاول، ابخي يولوا يعني العيد ميلاد حاجه عائليه. غير مثلا كي واحدة تكون امكانيات لباس ويعني ظروف لباس خلا، وعلاش لا، اللي عنده يعمل كل عام، اللي في يدو يقول لك كل يوم عيدو، فهمتوا يا البنات؟ وعلاش درك انا مثلا كي تشوفوني عملت انيفرسير مثلا انا وراجلي ولدي، خاطر ما نجمش لو كان نعرض العباد وكل شيء راح تولي مصاريف، وراح تولي يعني مام العباد تتقلق يعني كل عام مناسبة، كل عام هدايا، كل عام كمام الواحد لازمو يرعي ظروف تاع العباد. يعني البنات هذا هو السبب اللي يخليني يعني نعمل انيفرسير حاجة سامبل. انا المهم نحتفل ونعمل جو لوليدي باش كي يكبر يلقى عنده دي سوفونير. وبالنسبه للعبايه هذه البنات، اذا عجبتكم باش نهبط لكم الفيديو طريقه الفصاله تاعها. يعني اللي حبيت نقوله لكم يا البنات، راهي العبايه هذه ماهيش مربوطه بال يعني يلزم الموديل هذا بالضبط، يعني تنجمي انتم كي نهبط لكم انا الفصاله يعني تنجموا تخيطوها في قماش اخر، في لون اخر، في حاجه اخرى. انا جوست راح نعطيكم طريقه الفصاله. وبالنسبه للالوان، كاين اكيد اكيد برشا ما يحبوش الالوان يعني الفاقعه اون بلوس ساتان، كاين اللي ما يحبش.
انا فقط حبيت نوضح للعبيد اللي ممكن ما تتبعش في الموضه وفي الفاشن، حبيت نقول لكم باللي راهو ساتان توندونس على الاخر، يعني ساتان اللي يحبوا معناتها يتبعوا، واللي يحب ما تبعش كل واحد وذوقه. انا جوست قاعده نوصل نفهم في العبيد اللي ممكن مش تتبع في التوندونس، وش كاين وش ما كاينش. هذا هو يعني الساتا في يعني العام هذا الصيف هذا تنجمي تخرجي به الساتا نورمال البرة. ممكن تبان لكم بيزار شوية، مي نورمال الساتا، مش ساتا على الرئيسي هذاك اللي يبدأ، يعني ساتا اللي يكون مات ومام حتى اللي يكون هكا كاين يلبس. المهم انا قاعده نقول لكم باللي راهو الساتا توندونس وتنجمي تخرجي بيه لبرا، تعطي بيه للبلاد وتحوسي بيه. يعني العام هذا لا مود تاع لي شوميز ساتا، كل شيء يعني البلازير، يعني برشا حوايج توندونس العام هذا في الساتا. هذا هو يعني اللي حبيت نقوله لكم، وسورتو بالنسبه للالوان تاع الصيف هذا والعام هذا هو الاورانج الغوز والفير، الغوز والفير والأورانج، هذوما يعني من الألوان اللي توندونس على الأخر على الأخر. والألوان الأخرى كل كيف كيف، ذينا راهي العام هذا كيما نقولوا عام الألوان، مي الأكثر الأكثر الأورانج والروز والفير. فهمتوني يا البنات؟ إن شاء الله يعني باش ما انا ديجا من بكري نلبس الالوان، ومن بكري يعني عندي الالوان ما عنديش معاهم مشكل، خلاص نلبسهم يا لور كي وزيد ولو توندونس راح نهبلكم بالالوان. فهمتوا يا البنات؟ ولهنا كما قاعدين تشوفوا وجدت بالنسبه للطارت حاجه سامبل، خلاص حاجه ان شاء الله تحبوا نشارك معاكم كيفاش يعني تزينوا لاطارت بالطريقة هذه. انا دائما كل عام باير بنعملوا لاطارت على نيفرسير تاعو، مام لاطارت تاع الطهور تاعو عملتهم له، يعني دائما نعمل نحب نعملها بيدي وبه نستمتع بها. وش كي يكبر ولدي نقول له شوف انا اللي عملت لك وتعبت وفرحت ولدي يعني باقل حاجات، يعني وممتوب بأنقص مصاريف وبأنقص. هذا اللي حبيت نقوله لكم، وهبطت يعني ببليكاسيون على الصفحة تاعي وقلت لكم باللي راهو يا البنات به تكوني يعني إيجابية، وبه تكوني احتفلي احتفلي استمتعي بكل مناسبة. نحنا تلمو رانا وصلنا في وقت ما عادتش فيه هذيك البركة، ما عادتش فيه هذيك الضحكة كيف تاع بكري، ما عادتش فيه راح كلش راح صراحة، يعني ما بقتش هذيك البركة تاع زمان. يعني في الوقت اللي رانا وصلنا له غير الناس الكل مكتئبة، الناس الكل قلقة، اللي تسقسيه يقول الناس كل فايدة اي با وعلاش نحنا ما نكسروش الروتين هذيك، ولو بابسط الحوايج احتفلوا افرحوا حبوا حياتكم. واهم حاجه واهم حاجه يا البنات باش تنجمي تحبي حياتك وباش تنجمي تعجبك يعني وتقتنعي بحياتك، ما تقارنيش روحك بالناس، ما تقارنيش روحك بالغير، على خاطر يا صدقوني صدقوني يا البنات الكمال لله. ما كانش بشر على وجه الارض عنده كلش، ما كانش بشر ما نقصته والو، الكمال لله سبحانه وتعالى. يعني حبيباتي اللي حبيت نقوله لكم باللي اكثر حاجه تحطم شخصيه الانسان كي يقارن روحه بالعباد ويقول هذاك عايش خير مني وهذاك خير مني وهذاك ازين مني نو ارضي بنفسك، ارضي بحياتك، ارضي بالشيء اللي عطاه لك ربي سبحانه، وذوك تعيش السعادة. السعادة تجي وحدها كي انتي تقتنعي بحياتك. هذا هو البنات اللي حبيت نقوله لكم. ان شاء الله يا ربي يعطينا الناس كل وش نتمنوا، يا ربي ربي يحقق لكم امنياتكم.
هذه هي البنات، حاجة واحدة برك، موضوع في ساعة نقوله لكم. دائما يبعثوا لي يقولوا لي ولدك على التليفون وتنصحوا فيا، ربي خليكم لي ان شاء الله. شكرا على النصائح تاعكم، اما والله والله صدقوني يا البنات، انا ثاني اكيد نعرف مصلحة ولدي ومانيش راح نضره. والله 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 التليفون ما نعطيش له نهائيا، التليفون راني نعطيه له غير في الاوقات كي نجي راح نصور، يعني انتم كي نجي راح نصور نعطيه التليفون باش يخليني نصور، باش يخليني نصور، سينو والله لا نعطيه التليفون. هذه اللي حبيت ناكدها لكم، يعني في الدار كي ما نعطيش خلاه التليفون غير وقت التصوير، على هذيك يبان لكم انتم باللي راني دائما في يد التليفون. نو راني نعطيه لكم، نقولها ونعاودها، راني نعطيه وليدي التليفون غير الوقت اللي راح نجي نصور فيه، سينو والله لا يعطي نعطيه له التليفون ولا. يعني اكيد انا نعرف مصلحه ولدي قبل الناس الكل، وشكرا على النصائح تاعكم، على عيني وعلى راسي من الفوق، وربي يخليكم ليا ان شاء الله، ربي يعطيكم ما تتمنوا. وهذه هي يا البنات كانت اجواء تاع العيد ميلاد تاع بيرو مولدي لهنا. ما حبيتش نصور العباد خاطر تلموا بيه هكا هذوك شويه، معناتها اللي كانوا في القهوه هذوك تلموا بيه شويه، وصرفقنا ليه وحطينا ليه الموسيقى تاع العيد ميلاد. غير انا برك ناحيه الصوت خفت يعني من حقوق الطبع والنشر كما تعرفوا، وصرفقنا ليه واشتحنا وعملنا الجو. هذه هي يعني كانت الاجواء، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. وخلوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله كل عام وليدي بالف خير يا ربي، ان شاء الله الفيديو هذا يبقى لين يكبر وليدي يتفرج عليه، وان شاء الله سنين دايمه يا ربي، وكل عام وهو بالف خير. ولهنا يا البنات وصلنا تقريبا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يا ربي يعجبكم، خلوا لي رايكم في التعليقات. وكما قاعد نشوفوا في بيرو ما عمل الحاله وقلق عشيتها وفزد علينا العيد ميلاد وروحنا متعاركين، انا ما نهدرش مع انيس وهو ما يهدرش معايا خاطر ماكش بير مقلقنا، وهكا فضت العيد ميلاد كانت ختامها مسك.